سالم عنده سؤال متداخل في الموضوع. سؤالي إلى طال الشيباني، لماذا لا يظهر شخص، لماذا لا يظهر شخصيته على الشاشة؟ وهل سوف نراه في المستقبل في أحد الفقرات؟ يا سلام طلال. إيه نعم والله ونعم طلال. طلال اسمحوا لي أنا أتحدث عن مدة ساعة. ما توفيه. طلال من الرجال النوادر في هذا الزمن. رجل حنين، رجل لطيف، رجل ما تعنيه الكلمة، تلقاه في المواقف الصعبة جدا تجد رجال يمناك وسندك ومحزمك. طلال من الناس. الله يجملنا يا أبو عبد. والله أني صادق عندك. طلال يعني قلت لك ذاك على العشاء من كلمة في موقف معين كنت تحتاج فيه، كان على يدين مبلغ معين تقريبا بالملايين، فهو ما كان عنده المبلغ، راح رمى وجهه على الرجال زين، وقفت مع خويه سدد عن خويه العلم هذا. فبالله تلوموني في الرجال هذا، كلام حقيقي وفعلي. يعني هو ما يملك المبلغ عشان الناس ما راح يستلفون منك. ورطك مع الشيابي. والله اني صادق، رمى وجهه وقال يا ابو عبد الله، قال لي كلمه ما انساها، قال لي ابو عبد الله انا معك بالحال والمال وانشبت الامور، بيتي وسياراتي الثلاثه اجعلها في درجولك. من يقولها في الزمن ذا؟ انا اقولها والله ابو عبد الله. لا هو قوله فعل، ترى مو من الناس اللي هايط بس في المجالس، قوله بالحال والمال، اذا جاء المال والحال طال عمرك اختبر وتخشخش. لا والله انا قوله فعل ولهم واقف. فعلى الصعيد الشخصي رجل قليل مثله في هذا الزمن فعليا، ولكن من ناحيه الاعلام وتواجد الاعلامي هو من يحدد طال في قلوبنا. يستاهل. فنريد ان نراه في شاشاتنا ابو عبد الله. والله بس مع مجلس الشيبان. ابو عبد الله والله يا علاقتك مع طلال في هالوقت والله انها تدرس، وانا اقولها والله العظيم وانا صادق اللي قاعد اشوفها قدام، والله انها تدرس والله. طيب فيصل ما عاد بي مدح زياده، اعطونا اسئله حاميه. فيصل ترى عشاكم خبرين 11 بيجي من اليوم موجود ترى، شف الجو يلا 11:30 نتعشى. لحظه يا الربع صلي على النبي برجع لك.